ومن لم ينظر إلا إلى الورق من حين ما يبدأ في خطبته إلى نهايتها فإنه سيبقى على هذه الحال. وأعرف أحد الخطباء وإذا به يقرأ في الورقة، موضوعه موضوع ممتاز، التحضير تحضير جيد والمعلومة طيبة ولا شك في ذلك، لكن حتى الدعاء ينظر إليه في الورقة. هذا لما لم يتخلص من الورقة؟ لأنه من أول ما بدأ في الخطابة وهو ينظر إليها. ولذا أنصح من يكون خطيبا أو سيكون خطيبا في المستقبل أنه يكتب خطبته كاملة، لأنه في البداية لا يمكن أن يتخلص من الورق، ما يمكن، وإن تخلص منها في أول أمره فإنه سيزل وسيخطئ وستتبعثر معلوماته. لكن عليه أن يعد الإعداد الممتاز الجيد لخطبته، ولا يكثر من الإسهاب، يعني مباشرة يلقي المعلومة مباشرة دون أن يسهب، لأن زيادة الكلام على المقصود كما قال أهل البلاغة هذا عبث، أما إذا كانت الزيادة لمقصود فهو ما يسمى بالإطناب، فإن كانت الزيادة من غير ما فائدة فهو عبث ولغو، يعدونه عبثا ولغوا. فعليه في بداية الأمر أن تكون الخطبة أمامه ولا إشكال في ذلك، لكن لما مثلا مثل هذا الخطيب يكون حافظا للقرآن الآيات ألقها على الناس حتى تتخلص من الالتصاق بالورقة، ألقها على الناس من غير أن تنظر إلى الآية. مستقبلا إذا بك تتخلص شيئا فشيئا من الورقة بالنسبة للأحاديث كذلك، احرص على أنك تحفظ الأحاديث أو تحفظ بعضها على أقل الأحوال، لو تلقي بعض الجمل من الحديث من غير أن تنظر إلى الورقة، ثم إذا بك تعود مرة أخرى إلى الورقة فلا إشكال في ذلك. هنا تتمرن على أن تخلص من الورقة تدريجيا، ثم إذا بك في نهاية الأمر إذا بك تضع فقط رؤوس أقلام، وإذا بالأمر يسير، وربما تخطب من غير أن تأتي بورقة كعناصر، مع أن وضع العناصر مهم جدا حتى لا تفوت عليك أشياء، فمثل هذا يحتاج إلى تدريب. ولذلك على الخطيب أن يحضر لخطبته من غير عناصر أنا له أيد، ضع عناصر لك بحيث تنطلق من خلالها، وليست العبرة بالتفنن بأن الإنسان والله ما شاء الله فلان يرتجل الخطبة، هذه ليست الغاية وليس هو المقصود، المقصود أن تفيد الناس. فربما تحدث إنسان بورقة وإذا به يأتي معلومات طيبة وصحيحة ومفيدة للناس، لكن بعض الناس مثل ما يذكر لي يمكن يجلس له ساعة إلا ربع وإذا به ما تدري ماذا يقول، ويقول فلان يرتجل، يرتجل على ماذا؟ كل بإمكانه أن يتحدث، يصعد المنبر ويعطيك الكلام الذي لا فائدة منه. لا، المقصود أن تحدد أهدافك في الخطبة.